طب اقول ايه؟ يعني كل اللي اقدر اقوله ربي لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. اللطف يعني اضحكوا علينا، يعني خلوها تاني ماتش مثلا، يعني زي كل موسم كده نحس ان احنا بس يعني بني ادمين معاكم يا جماعه، نحس ان احنا طالعين الرحله دي مش فاتتنا الاتوبيس. انا فاتني الاتوبيس كده، انا من الاول كده اقعد بس ما تعملش فيها نجم وتقعد تتكلم اول اسبوعين اللي انت بتكسب فيهم فرق سهله، حتى البقين اللي كنت بفرح بيهم وببقى بني ادم شبهكم راحوا النهارده في بدايه الموسم. الحمد لله بدايه ما يعني اروحها، يعني الواحد كان عارف ان ده المصير، كان عارف ان ده المصير واحنا رايحين له. وانا توقعاتي لاول مره طلعت ارسنال من التوب فور وقلنا احنا بعيد، ولكن احنا مش بعيد قوي كده. يعني انت لو رحت بعيد ودخلت يمين في شمال ودخلت بقى رابع يمين ورا هتلاقينا لسه بعيد، لسه بعيد قوي، لسه بعيد، لان انت بتلعب فريق النهارده صاعد من الشامبيونشيب عامل عليك ماتش. انت ما لعبتش توتنهام مثلا عدوك اللدود اللطيف، ما لعبتش بقى تشيلسي الاسبوع اللي جاي بلوكاكو وفيرنر وابطال دوري الشامبيونز ليج، ما قابلتش مانشستر، ما قابلتش سيتي مع كين. احنا لسه بنقول الف قمت ساقط، ممكن نتعلم الالف ما نجحتش، مش هتكمل بقى اللي به وته وته. يخرب بيوتكو، يخرب بيوتكو يا جبابره، اودي وشي منين؟ يعني نفسي ادفن نفسي في الرمله دلوقتي. انتوا ليه الحياه كده؟ ليه الحياه يعني؟ طب يا جماعه ادونا نفس، ادونا نفس النهارده من اول التشكيله، حد يحس كده ان في ابتسامه امل. لا الاقي بولونجون، مين بولونجون ده ما يلعبش يا جماعه في وادي دجله؟ بولونجون مهاجم بتاع ارسنال ورقم 10 سميثرو ومعاه بقى ايه شويه حنكير زي تشامبرز اللي اقسم بالله العظيم ثلاثه ما يخشش، يلعب احتياطي لاكرم توفيق في الاهلي، عندك بابلو ماري، عندك ابراهيم الابيض بين وايت اللي انت رحت جبته، وشفنا النهارده صاعدين الهواء بياخدينه بقى يمين وشمال. عايز فينيا وايت اوديك يمين؟ تعالى تعالى نروح شمال، يلا انا معاكم اهو، يلا نروح دريم لاند، يلا نروح دريم لاند. ايه والدنيا يعني بصراحه كانت مفاجاه، بصراحه كانت مفاجاه. هي صدمه طبعا لاكازيت وباميانج تؤثر على الفريق، ولكن بهذا الشكل في قدام برينفورد في البدايه، لا دي كانت كتير عليا. واليوم يعني تتساءل نفسك فيه حاجات كتيره جدا، هل هنكمل كده؟ يعني هل من البدايه احنا داخلين كده المفروض ان انا اكمل بقى واطلع اعمل لك حلقه عشان انت تبتسم وعشان انت تضحك شويه معايا؟ واللطيف ان العالم عارف. تسال نفسك ليه؟ يقول لك هاتوا لنا يا جماعه كده ايه الدوري الانجليزي على فكره هيبتدي بكره، ده كل الرزيعه يعني اللي مش عارفين، هو ما ابتداش، هو ده عارف فقره الافتتاح بيبقى فيه افتتاح اللي هو ايه شو فقره دمها خفيف. النهارده احنا بنبتدي بالفقره الكوميديه، عارف فقره الساحر كده، يا جماعه خدوا ارسنال يوم الجمعه اضحكوا شويه، الدوري الانجليزي بقى هيبقى مثير من بكره، ولكن النهارده في تن 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 تعالوا نضحك، تعالوا نبتسم ونحس ان الدنيا احنا مش اوحش حد، نحس ان لو حد بكره خسر يا جماعه هو في اوسخ من الارسنال حصل فيه امبارح، لا 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 الحمد لله ده كده رضا. وجايبونه لك لوحدك، يعني بكره هتلاقي بقى مانشستر واحده ونص وليفربول وخش في تشيلسي اللي هي الماتشات الاكتف المهمه اللي ورا بعض دي، انت حفله تسعه يوم الجمعه فيلم كوميديا ابن كلب على بي ان واحد، اوعى يفوتك. النهارده انت بتحقق الغرض، هنجيبهم نتمسخر عليهم شويه، جينا وتمسخرنا واتبهدلنا، وبدل واحد يا سيدي اتنين عشان نؤكد الخساره. وبيبي مازال لحد كلامي ده النهارده بقى من اول الماتش هو بيحاول يحنكر على الكوره. اوسخ 80 مليون حرام الدفع في كره القدم في هذا اللاعب البهلوان. يا جماعه انا عايز اعرف، طب احنا قلنا اول سنه مش عارف ام الدوري الانجليزي، تاني سنه بيجرب معانا بيثبت، طب هنفضل نتشقلب على الكوره كتير لامتى؟ هنفضل امتى يا جماعه؟ الحل بتاعك هو ريس نيلسون اللي هو ما نفعش في نيوكاسل، اللي هو لو اعاره مفيش حد طالبه، لان لا ده ماخدوش اعاره ده يوقع لي الفريق، لا
لكن يلعب في ارسنال. اجيب لاكونجو النهارده ميزه من ميزات المباراه، الواد عنده كوره وبتاع، ولكن انت تعرف حجمك فين لما واد يجي من بلجيكا عنده 17 سنه يلعب معاك اساسي. وتشاكا ثبت امه، يعني انت كده انبسطت بالعقد الجديد. انا ساكت عشان بس بيتقال عليا انت يا سري عنيف، وانت بتكره تشاكا، وانت مالكش في اللعيبه الجامده. بص عمل ايه في اليورو يا جماعه، انبسطوا بيه قوي، وانبسط اداره ارسنال قوي، وحافظوا عليه من العرض اليتيم اللي جالك فيه من روما ومش هيجيلك فيه تاني. غزل المحله هيبقوا عبط مثلا انهم يلاقوه ببلاش ويمضوا معاه اصلا، لان ده لاعب ولا ما ولا تلومه ليه، لوم المنظومه فعلا اللي هو بيلعب جنبهم. مارتينيلي كانش بيلعب في الاولمبيات، جه لعب معانا. حتى البرازيل الناشئين يعني ان هو المفروض لعب في ارسنال ما كانش بيتاخد، يعني احنا بعيد بعيد. ساكا النهارده انت ركنه ليه؟ يعني انت ركنه بس ليه؟ ممكن تجاوب عليا؟ يعني الحسنه الوحيده اللي اي حد حقير، انا اسف، معدي من بره بيشوف ارسنال يقول لك والله فريق منيل ابن مش عارف ايه، بس عندهم الواد ساكا كويس، ما لعبناهوش غرور او بقى ايه اللي هو محافظه على عشان الحسد، عارف، بحيث ان احنا لو كسبنا يتقال لك ارسنال كسب ليه ليه وليه بقى. لا ريح ساكا وابدا بولنجان وشده كمان لما نبقى خسرانين، ونزل وينج ولاعب بيبي مهاجم عشان ده الحل بقى. يحنكش مش عارف يحنكش قدام يا بيبي، يمكن الحنكشه دي تجيب. يا جماعه ما تشجعوش ارسنال، الـ 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 الاطفال الصغيره اللي بتتفرج علينا اللي بيحبوني، لو انتوا بتحبوني فعلا ما تمشوش ورايا، ما تمشوش ورا حد وحش زيي، ورا حد وحش زي ممدوح نصر الله ارسنالاوي بيتكلم. احنا المفروض نقطع هذا البرنامج، ممنوع يعني، خلاص انا مش عايز ارجع على الكنبه الحمراء. هم ابتدوها غم وانا هبتديها عليكم غم. مش انتوا عايزين كده؟ مش انت مبسوط كده بالحلقه؟ انبسط يا سيدي، انبسط وهيص. انا نايم متنكد، كل اصحابي خرجوا وانا كاليتيم كده رحت ايه بقى عايز اقعد اتفرج على الماتش. لقيت واحد، احكي لكم والله العظيم يا جماعه، احنا كنا ثلاثه في المكان، خلاص ثلاثه حزنه كده، احنا الثلاثه داخلين على الثلاثينات لان مفيش شاب طبعا هيتابع ارسنال. وقاعد لقيت واحد بيقول لي انا مستقبلك خلال الخمس ست سنين القادمين مع مراته، يعني قاعده بعيد وهو جاي كده قاعد بكسرة يتفرج على الماتش، وعلى الدقيقة 70 قرر ان هو يرحل. فمراته عارفة يعني، قالت له إيه خلاص لحقت زهقت يا حبيبي، اللي هو ايه دي متعودة يعني ايه، فاللي هو ايه ده انت اول ما تتجوز وتخلف هيبقى عيالك مستنيين كل اسبوع اللقطة اللي انت بتتنكد فيها وبتقوم بدري وتمشي. فليه نعمل في نفسنا كده؟ ليه بجد كل سنة هنفضل نسأل نفس السؤال؟ ابتدينا نصيح، ابتدينا نصيح من اول مباراة، وحاجة عظيمة جدا. وبشرة خير بقى، الشكل الدوري السنة دي حلو، والحلقات حلوة، والمتعة احلى، وفي صياح كتير، ومايلو راجع، والكنبة الحمراء احط عليها صبار عشان اقعد عليه وانا بقى بعلق على الماتشات دي. كل سنة طيبين يا جماعة، كل سنة طيبين، ويا رب نكون بسطناكم، يا رب نكون قدمنا لكم حاجة كنتوا مستنيينها النهاردة. اللي كان واخد مننا لعيبة فانتسي ادي لبسها الحمد لله وشربها، اللي كان جايبين بين وايت واللي كانوا جايبين سميث رو عشان رخاص، اللي يشتري رخيص يلبس في الحيط، معروف، نقي يا ابني وابعد عن هذا الفريق. وانتوا ما تشجعوش يا جماعة ارسنال ولا تتفرجوا عليا تاني، حاولوا تقللوا الفيديوهات وما تعملوش لايكات في الحلقات دي يا جماعة، هبطوا الحلقة دي عشان انا ارضى ان انا اوقف وتنضموا الى منظومه بقى ايه وقف حلقات رزع المدفعجيه تماما. كانت بدايه وممكن تكون النهايه، تبقى اول سيزون في الدنيا يبتدي بحلقه ويخلص في حلقه. انا ما عنديش كلام تاني، كل كلامي خلص، تويتر مقلوب عليا سف من اول يوسف عثمان لجو، احمد كمال بيسف عليا في التليفون، واصدقائي بتوع زمان، تحس ان هو عيد النهارده. ياي يلا بقى نكلم الارسنالويه الكحرتين دول نهيص معاهم قبل ما نبتدي كوره بكره. شكرا ليك، شكرا ليك، وانا اجازتي اتنكدت، اتمنى انتوا تكونوا انبسطتوا شويه. كفايه ارسنال وكفايه كوره وكفايه دوري انجليزي من بدايته قوي.